والأرض سجنون. شو خلق العائلة؟ بيقول الكتاب التكوين خلق الله الإنسان على صورته ومثاله ذكرا وأنثى باركهما أزوجهما وقال انميا واكثرا واملأ الأرض. تنربط الكلمات ببعضها. خلق الله الإنسان على صورته، فإذا الله بيصير منظور عبر الزوج والزوجة، الله منظور في العائلة. أي الله؟ الله الثالوث، آب وابن وروح قدس. من هون الزواج والعائلة اسمه جماعة أو شركة الحياة والحب. هذا يسر الله. إذا أول إنجيل، كلمة إنجيل يعني خبر مفرح، أول خبر مفرح عرف في تاريخ البشرية من ملايين السنين هي العائلة. لذلك الإنجيل يعلن للعائلة، والإنجيل بيطلع يعتلن من العائلة. بس أي إنجيل؟ شو اسمه الإنجيل؟ الخبر المفرح، الحب والحياة. حدا بيتزوج بدون حب؟ مش ممكن. الحب هو الدعوة للزواج. الله محبة، أول إنجيل. والحب الحقيقي المظبوط الطاهر النقي الخاص الغني هو الحب الزوجي. ليه؟ لأنه حب ينبع من الله. فأعلنت البشرى للعالم أنه في حب، في الله محبة يحوم متجسد بالزوجين. هذا الإنجيل قبلوا الخاطبين بفرح وبحماس، إن شاء الله يدموا بالحياة الزوجية بحماس وبفرح قابلين الحب. رجعنا يحمل بإناء من خزف، نحن ضعاف نتعود على بعضنا، بتبين نواقصنا مع بعضنا، بتبين عادات كل واحد منا، بصير الحب يتراجع. بيتراجع مش لأنه هو مش منيح، لأنه أنا ضعيف. فإذا بدي دم أنا جدد ضمانتي إنه الحب الزوجي مش مني، الحب الزوجي هو من الله. هذا أول خبر مفرح. تاني خبر مفرح الحياة. وين تحترم الحياة أساسا؟ بالعائلة. نحترم بعضنا، منحب بعضنا، منخدم بعضنا. لما حدا بيصير له شيء نقتل حالنا في سبيله. مننجو بالحياة البشرية بالإنجاب، من رب الحياة البشرية. الباي من عبكرة لعشية بيركض طالع مصاري تعيش الحياة. الأم في البيت قاعدة حتى تعيش الحياة بكرامة. منعلمهم، منسقفهم، منبذل كل شيء في سبيل الحياة. إنجيل الحياة، ضمانة الحب وضمانة الحياة هي العائلة. إذن هذا الإنجيل يعلن لها تتحافظ عليه. في أزواج نسيوا أن الحب عطية من الله وتحول الحب إلى لا مبالاة، إلى سوء معاملة. ومنهم نسيوا كتار أن الحياة هي من الله، بتمر عبر الزوجين فبيعتدوا على الحياة ببطون الأمهات، ويا للأسف إجهاض. حياة بشرية منقتلها، جريمة، جرائم، جرائم. بيقول عنا البابا برسالته ليوم السلام، ملايين من الأطفال يقتلون ببطون أمهاتهم. مين يعني الأطفال؟ هودي منك؟ لا، هودي من الله، مثل أنا ومثلك أنت. عطيني روح من روحه وعطيك روح من روحك. مين عطيك سلطان تقتل كائن في بطن أمه؟ جريمة مثل كل جرائم القتل. مش لأنه هذا الجنين ما بيعرف يحكي، ما فيش يدافع، بطلت تكون جريمة. جريمة قتل بكل معنى الكلمة بترتكبها الأم والزوج أو الشاب إذا اعتدى على بنت، والطبيب والممرضة والمحرضين، وبيوقعوا كلهم بالحرم محفوظ الحل منه ومن الخطية لمطران الأبرشية. مؤسف انه بعياداتنا ومستشفياتنا جرائم قتل يومية. شوي بنتساءل
ليش الدنيا قلبي فوقنا تحتنا؟ نعتدي على الله، نعتدي على الحياة البشرية، نعتدي على ناموسه، والدنيا بدو ألف خير؟ لا ما نبقى ألف خير. هذا العمى، هذا العمى الاجتماعي، هيدي الخلافات، هيدي المشاكل. هذا الإنجيل العائلة بدها تعلمه، هذا الإنجيل معلن لإلها. مين عطيك سلطان تقتل كائن في بطن أمه؟ مين عطيك سلطان تقتل كائن في بطن أمه؟ مين عطيك سلطان تقتل كائن في بطن أمه؟